كلوديا سيركيت حكم السويسري هنا في مباراة اليوم. كرة تعاد إلى حارس المرمى عبد الله معيوف. إلى الجهة اليسرى محاولة تصل إلى فيكتور سيموس، يبحث عن المرور، يبحث عن التقدم. يا سلام يا فيكتور، يا سلام يا فيكتور. في اللقطة الماضية تصل المحاولة مرة ثانية. إلى الدقيقة الأخيرة وفيكتور يواصل الاستعراض. الأهلي ناوي ناوي، الأهلي يبحث. لا زالت الأمور في المباراة، لا زالت المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. مخطئ من يعتقد بأن الأمور انتهت بانتهاء الوقت الأصلي. الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب.